إذا ظلمك إنسان فأنت مخير الآن بين ثلاث اختيارات كلها تعتبر حقا لك ولك أن تختار منها ما تشاء. أما الاختيار الأول أن تدعو على من ظلمك، فإذا دعوت علي فسوف يأخذ الله حقك منه في الدنيا قبل الآخرة، لأن دعوة المظلوم مستجابة وهذا من حقك. أنا لا أود أن تدعو عليه ولكنه حقك في النهاية ولا يستطيع أحد أن ينازعك فيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوة المظلوم مستجابة، وإن كان كافرا وإن كان فاجرا فإنما فجوره على نفسه. الاختيار الثاني أن لا تدعو عليه في الدنيا ولكن أن تنتظر لتأخذ حقك منه يوم القيامة وليس في الدنيا، لأنك إن دعوت عليه في الدنيا فسوف تأخذ حقك في الدنيا، أما إذا لم تدعو عليه فإن الله يوم القيامة سيعطيك من حسناته ما يساوي الظلم الذي ظلمك إياه، أو ستعطيه أنت من سيئاتك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الظالم يوم القيامة، قال: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه، يعني المظلوم، فحمل عليه. الاختيار الثالث هو أن تعفو عمن ظلمك. أتدري ماذا يعني ذلك؟ أتدري ما معنى العفو؟ إذا عفوت عمن ظلمك فهذا يعني أنه لن تنزل عليه عقوبة بسببك في الدنيا، وأيضا لن تأخذ من حسناته يوم القيامة. أنا أعرف أنت الآن ستقول لي: حرام عليك، كيف أستحمل ألا أدعو عليه في الدنيا ثم أيضا يوم القيامة لا أخذ من حسناته، إذا ماذا سأستفيد؟ لا تخف لا تخف، اطمئن وهدأ، ستستفيد أكثر مما لو أنك أخذت من حسناته يوم القيامة. كيف؟ سيعطيك الله من الحسنات، لكن ليس من حسنات الظالم لأن خلاص عفوت عنه، سيعطيك ثوابا وحسنات من عنده هو سبحانه أكثر مما لو أنك أخذت من حسنات الظالم، سيعطيك كمية أكبر سبحانه، فأنت الرابح في النهاية. طيب ما هو الدليل على ذلك؟ قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فأجره على الله. وكم ظلم الناس في الحياة، كم ظلم الضعفاء في الحياة، كم ظلم الأبرياء في الحياة، كم ظلم المساكين في الحياة، كم ظلم الفقراء في الحياة، لكن الله يرى. أغلق الملف في الدنيا لكنه سيفتح أمام قيوم السماوات والأراضين. ليس هناك أعدل من حكم الله، ليس هناك أعدل من محكمة الآخرة. لعل بعضنا ظلم في الحياة، ولكن فليعلم هذا أن دعوة المظلوم لا ترد، دعوة المظلوم لا ترد، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكم ظلم الناس في الحياة، كم ظلم الضعفاء في الحياة، كم ظلم الأبرياء في الحياة، كم ظلم المساكين في الحياة، كم ظلم الفقراء في الحياة، لكن الله يرى. أغلق الملف في الدنيا.